بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول الشاعر: تعلم العلم واقرأ، تنى الفخر النبوة. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما بعد، بداية هي هتكون عبارة عن مجموعة أو سلسلة من حلقات متتالية، كنت وعدتكم بيها قبل كده، عن قواعد إعداد البحث العلمي، وليست القواعد النمطية أو النظرية البحتة، وإنما سنلقي الضوء على الخطوات العملية لإعداد البحث، والهدف منها الخروج في النهاية بأبحاث مقبولة واقعيا ونتائج وتوصيات قابلة للتطبيق، حتى نستطيع الاستفادة منها على أرض الواقع. تعالوا نلقي الضوء على الخطوات أو أهم الخطوات العملية اللي المفروض الباحث، ومش عايز أخصص لكم وأقول المحامي، لأن مش المحامي فقط هو اللي محتاج لهذه القواعد، ولكن هو في أشد احتياج لهذه القواعد، لأن مجال المحاماة وكمهنة لابد أن يكون ممتهنها باحث في المقام الأول، لأن العمل المهني في هذه المهنة يقوم على القراءة والاطلاع، فيجب أن يكون المحامي في المقام الأول من الشريحة المستهدفة من شرائح المجتمع لتنمية مهارات البحث العلمي. هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم في نقاط هنحددها، وهنعد لكل نقطة أو محور من المحاور اللي هنحددها حلقة أو حلقات على حسب ما يقتضيه الموضوع. بداية هنتعرف على أو نلقي الضوء على كيفية تحديد فرع الدراسة. أنا مجرد ما إني أفكر، مجرد تفكير والإقدام على مرحلة إعداد بحث، وخدوا بالكوا اللي احنا هنتكلم فيه ده يخدم كمان في المقام الأول طريق الدراسات العليا، لأن ده مقرر، اللي احنا هنتكلم فيه ده مقرر إلزامي على باحثي الماجستير والدكتوراه، مش بس دلوقتي في جامعة القاهرة. أعتقد إن أنا قدمت البرنامج ده لكل الجامعات المصرية من 2013 وأنا شغال على الخطوات العملية لإعداد البحث العلمي، وأصبح مطبق كشرط أساسي على كل باحث الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية. أول حاجة، كيف يحدد الباحث فرع الدراسة؟ مش مجرد أن الباحث ياخد قرار الدراسات العليا أو ياخد قرار أنه يؤلف كتاب أو يعمل بحث يبدأ يختار بطريقة عشوائية، أو يبدأ يلجأ للآخرين تنصحني أدرس في إيه، أو تنصحني أعمل بحث في أي تخصص. ده خطأ طبعا، ده محور لي باع كبير هنتكلم فيه، بس خلينا في هذه البداية نلقي الضوء على المحاور جملة. يبقى المحور الأول كيفية تحديد فرع الدراسة، المحور الثاني كيفية اختيار موضوع الدراسة أو موضوع البحث، إزاي الباحث يحدد موضوع البحث أو مشكلة البحث، وبين قوسين دايما كده بقول وكتبتها في أحد مؤلفاتي: الطريقة الذاتية، اختيار مشكلة البحث بالطريقة الذاتية. المحور اللي بعد كده، بعد ما حددنا الموضوع، نبدأ نشتغل على حاجة اسمها خطة البحث. يعني ايه خطة البحث؟ وهنعرف ازاي نقسم خطة البحث، وفي حاجة هتقابلنا بعد كده للناس اللي هتدخل الدراسات العليا اسمها لجنة السيمينار. ويعني ايه لجنة السيمينار؟ والتخوف اللي بيقابل كتير من الباحثين عن هذه اللجنة. بعد كده بننتقل إلى خطوة عملية بعد أن انتهينا من إعداد الخطة، وهي أماكن أو أهم
أماكن تجميع المادة العلمية. هجيب المادة العلمية اللي هتخدم موضوعي وهتخدم البحث بتاعي إزاي أو منين، وإيه هي أهم الأماكن هنتكلم عنها باستفاضة. بعد كده هنبدأ في آلية تجميع المادة العلمية. عرفنا أن في مكان زي المكتبة هناخد منه المادة العلمية، ناخدها إزاي؟ نجمعها إزاي؟ جمعنا المادة العلمية وبقت موجودة وتحت إيدينا في المكتب، هنبدأ نشتغل إزاي؟ هنبدأ في مرحلة القراءة والاطلاع. خدوا بالكو، احنا لغاية دلوقتي ما جبنا سيرة الكتابة. الناس بتدخل عشان يعمل بحث، أول حاجة يدور على كتاب، لقى الكتاب اللي هو عايز يكتب منه نقل البحث. خطأ، احنا لسه لغاية دلوقتي ما وصلناش، شغالين كم محور وما وصلناش لسه إلى الكتابة. احنا وصلنا إلى القراءة، جمعنا المادة العلمية بقت موجودة على مكتبنا، نبدأ نخصص وقت للقراءة. هيبقى عندنا القراءة على مرحلتين، قراءة سريعة نقرأ كل اللي احنا جمعناه وفي هدف لازم يتحقق من هذه المرحلة. بعد كده بننتقل إلى مرحلة القراءة المتأنية، الناقد البصير، لا شيء عنده صحيح ولا شيء عنده خطأ إلى أن يثبت ذلك بالأدلة والبراهين. انتهينا من مرحلة القراءة السريعة، دخلنا في مرحلة القراءة المتأنية، قراءة الناقد البصير. نبدأ ناخد الأجزاء اللي تخدم البحث في بطاقات بحثية أو الفيشات البحثية. أقدم طريقة لإعداد البحث ولكنها ما زالت تظل هي أفضل الطرق في إعداد البحث العلمي. بعد ما خدنا هذه البطاقات وهنبدأ نعرف إزاي هنشتغل عليها، هنعمل ما يسمى بإعادة الصياغة. مش بس هتفضل تنقل كوبي وبيست من المرجع، لا، في حاجة اسمها إعادة الصياغة. الموضوع اللي انت بتشتغل عليه ده والمراجع اللي انت بتاخد منها، دايما بنقول ان المراجع هي بعد كده هنلقي الضوء على التبويب. التبويب الأخير للبحث والمفروض يكون متقسم إزاي إلى أن نصل إلى ما يسمى بعلامات الترقيم، الفصلة والهمزة، مهمة جدا في مواضع البحث. هنلقي الضوء في محور على هذه العلامات، وبعدين ننتقل إلى ما يسمى بالخاتمة وهي نهاية البحث. وخدوا بالكو، الخاتمة اللي هي بتبقى آخر البحث، والمقدمة اللي هي أول صفحتين في البحث، آخر ما يتم كتابته في البحث، وليس العكس كما يظن البعض أن المقدمة تكتب في بداية البحث. لا، بعد ما بنخلص البحث بنكون جمعنا كل روابط البحث، وقفنا على كل محاور الموضوع اللي احنا بندرسه، وبناء عليها بنبدأ نكتب في النهاية المقدمة والخاتمة، ودي هتكون آخر حاجة هنتكلم فيها عن محاور البحث العلمي أو الخطوات العملية لإعداد البحث العلمي. استنونا، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.